اللي ربيتني وكبرتني، فعايز اسمع منكم احلى تحيه للمرأة. لو تخيلنا ان بعض الفنانين جايين بيتكلموا يعني عن المرأة، فهنشوف كل فنان بيقول ايه من خلال حبه للمرأة. الاستاذ مثلا احمد ادم القرموطي، استغفر الله العظيم يا جدعان، وانا جايب حد جاب لي وجع القلب غير المراه يا عم الحاج؟ اشوفها مش شحططه هي وابنها في مكنه الميه؟ قدر يا كريم. بعدين بقى يعني ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ ها اولع فطفيره اهلك ولا اعمل ايه بالظبط؟ بقول لك اهدى شويه علينا الله يخليك حبيب قلبي. عم وحيد سيف ولا ايه ده؟ بقول لك ايه؟ عارف في مقولة جميلة بتقول وراء كل راجل عظيم امرأة، أنا بقول لك وراء كل راجل متبهدل ومتجبس امرأة. أه والله سألنا أنا إيه ده؟ وبعدين جرى سمعة ما تيجي تقول حاجة. سلام عليكم يوب سعيدة بقى تاتي تاتو. ازاي ده يا عم سمعة انت جاي تعمل ايه بالظبط؟ ونبخ انت عارف ان انا جاي اقول لهم ان المرأة دي شيء جميل قوي وكل حاجة بتبين ادق التفاصيل. وبعدين سيبني اقول بقى يو سعيدة بقى تاتي تاتو. يا دهوة السودان يا نهار مشوار، اللي جابك دلوقتي عادل يا امان؟ حضرتك بتكلمنا انا؟ طب ده كلام يا ده كلام كبير قوي قوي قوي. ايه اللي انت بتقوله؟ المرأة ده شيء حلو قوي قوي قوي، والهوا كده لما بيجي بيخلي الست حلوة جدع. انا رزق. وانت ما بتجيش ليه؟ مش تبقى تيجي؟ انا بدي هناك، انت بس اسأل كده واي حد هيجيبك. انا ردته على طول، مش انا اتنشلت في الاتوبيس وهو بعيد عنك يا اخويا الكمساري ما صدق ياخد ثمن التذكره. انا قلت له اعتبرني اتزنقت في ثمن التذكره وده ربع جنيه يا اخويا. هو ما رضيش، ده عمال يضرب من هنا والكمساري يضرب من هنا، وعيال صغيره يا اخويا تيجي تعمل حاجات ورايا وتجري كل الناس السراء. ولا انت مش معايا في اللي انا بقوله ده؟ تعال يا كسار، هش هش اسكت يا مصيبه، هش يخرب بيت ابوك ينقد ليك ولعمرك. ايه بس اسكت اسكت، الولية عمات منجدة عليا قشطة الله ينجد عليا ولا امرأة لسه مكسرة على راسي ناس تتباع يخرب بيت ابوها. ما تقول اي حاجة كده يا سيدة زيان. يا سعادة اللي وش ربنا ما يحوجنا لحد بحق جهنم يا راجل. بدل ما تروح تقول كلام ملوش اي لازمة، عد الراجل الكفيف المحترم ده اللي اسمه محمود عبد العزيز الشيخ حسني. سلام عليكم. والله انا اول ما عرفت ان في مؤتمر جميل عاملاه الدكتوره العظيمه الاستاذه سهير الشيخ بذات نفسها، فبصراحه من كتر الحب والازدحام خفت لا يحصل مشاكل ولا حاجه، فجبت معايا واد احمد طارق. ايوه هو هو، مفيش غيره، الواد محمد سعد اللمبي. نعم انت بقى معلمين. السلام عليكم يا عم. انت بص يا عم البني ادم، انا يلا بقى انت عارف بقى، تعالى يا عم بوحه قول اي حاجه. طيب يا نهار اسود، ايه يا عم الحاج؟ اما انا خلاص مروان ابو اسماعيل لو جمهوريه مصر العربيه فمستنياني، ده كلام يا عم الحاج؟ ايه يا عم الحاج؟ بص ده مره ده كلاب اجيب سيره الكلب عينه وعينك تلعب. طب كفايه كده عشان هتزيد عندي يا عم، مش كفايه ان انت قرع؟ انت مين يا عم انت؟ ها؟ ايوه يا ابن ايوه. اصبر بقولك بقى، انا اتغنقت منك ومن ملاعيبك دي، ولا اسمك انا جايب واحد حبيبي معايا، وخد بالك احنا الاثنين قرع زي بعض. تعال يا عبد الله يا مشرف. بس بقى مش عيني في ريك السوية، قال لنا والله ان انا يعني جاي وعندي امتحان الصبح، وبعدين كل ما ادخل امتحان يجيبوا لي سؤال في اول الورق، السؤال يفضل يقول لي اسم الطالب اسم الطالب، وانا مالي ما طلبتش حد عالم غريب والله، حتى اساله كنيلي سناوي، تعالى يا كنيلي سناوي. عايز اقول لك ان المراه دي شيء جميل وعظيم،
انا لسه ما اتخلقش اللي يقف قدامي. تخيل انا كنت في مره راكب جنب شاديه، فضلت تقول لي سوق اربع لك سوق لحد ما لبستني في العمود. يا راجل يا راجل بلا كلام فاضي، لا 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 الموضوع ده موضوع كبير. ولا انت مش معايا يا سناني يا جميل؟ مش معقول ده ابدا الكلام اللي بتقوله ده. ايه ده؟ لا يا بابا يا حماده، ايه ده؟ انا من ساعه ما انتوا كلهم عمالين يعكسوني، حتى لو مش مصدقين اسالوا يونس شلبي. تعالى يونس يا شلبي قول لهم ان احنا فنانين زي بعض. ايه؟ ايه والله يا جدع بتقول كلام الست دي يا جدع، والله بتقول حاجات جميله. ايه دي؟ هو اللي كده انت بقى ولا انت قلت ايه ولا مين اللي ايه؟ حوت شمال كده ولا اعمل اي حاجه طيب ولا ايه؟ يا مريم يا منيب اللي جابك هنا ايه؟ انت جايه السينما ولا جايه تعمل ايه؟ اخرس يا اخي كطك النيطه اتلم. انا بقول لك اهو احسن محمود المليجي جاي لك. تعال يا محمود يا مليجي، بوضع عندك زوج. طب بشرفي وحياه شرف المهنه في كل اعتبار، اللي هيفكر يوصلها لها همسح به السوق مزح. سمعتني؟ وانت انت اول واحد يا حمدي يا احمد. انا بقول لك اهو لا اله الا الله. يا سنه اخبار الكلام الكبير ده يا عم، ما تقولش الكلام ده، ما تسال يوسف هنا، انا ما بعكسش حد يا اخي. مش النظريه يا عم الحاج، مش النظريه. انا كنت قاعد جنب راجل كنت بجيب الايميل بتاع نعيمه، بس ما بفهمش في الكمبيوتر والله يا عم الحاج. خلاص بقى خلينا بقى ايه نسمع كده اي غنوه كده من الفنان الجميل هاني شاكر. انا مش هقلده، انا اغني بصوتي. حكاية كل عاش هي حكايتك يا قلبي، وبقيت انت الحكاية. حكاية كل عاش نعشق وندوب ونسهر ونفارق في النهاية. أول مشوارنا ضحكة عاشت فوق الشفايف، ترسم قلبي وتكتب حرفين فوق الشجر. آخر مشوارنا دمعة بتقول للحب شايف، أحلامنا ازاي بتصبح لعبة في ايد القدر. يلا سقفة بقى. وانتو ويا اللي تاهوا، وانتو زي اللي داهوا، وانتو ويا اللي تاهوا، وانتو زي اللي دابوا. يبكي الحب في عيننا، تحكي الأيام علينا. يبكي الحب في عينينا، تحكي الأيام علينا. حكاية كل عاشق، حكاية كل عاشق. حاجة بقى عشان أستاذة سهير طلبتها، يعني للعندليب لأن هي بتحبه جدا. يلا بقى ايه؟ علي الضحكاية. حاضر انا هي حاضر. اقولها لك الاول ونختم بعد الحليم. علي الضحكاية علي، هلي في سنايا هلي. علي الضحكاية علي، هلي في سنايا هلي. امو الضحكاية حكاية، جاية الأيام ويايا. شمسك راح تسكن ظلي، وعلي علي علي يا مصر علي. شكرا. عبد الحليم بقى يلا. جانا الهوى جانا ورمانا الهوى.
اسمراني شبكنا بالهوى تيرارارا ورمش الاسمراني شبكنا بالهوى تيرارارارا قمر مانا الهوى ونعزنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي يا بابا ده حبيبي